قلنا المعارف سبعة أنواع، المعارف سبعة أنواع اللي هي الضمير العلم اللي معلش تكون العلم، اسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، المعرف بالألف واللام أو المعرف بأل، المعرف بالإضافة، المعرف بالنداء. أنواع المعارف سبعة اللي هي الضمير العلم، اسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، المعرف بالألف واللام أو نقول معرف بأل، المعرف بالإضافة، والمعرف بالنداء. سنشرح كل نوع من هذه الأنواع السبعة. أولا نأتي إلى الضمير. إيش هو الضمير؟ تعريف الضمير هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. الضمير هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. وينقسم الضمير إلى قسمين. ضمير بارز أو ضمير مستتر. ما هو الضمير البارز؟ الضمير البارز تعريفه وهو ما له صورة في اللفظ والخط. ضمير بارز له صورة في اللفظ، يعني في الكلام، وفي الخط يعني في الكتاب. بارز، الضمير بارز معناه ظاهر بين، هو ما له صورة في اللفظ أو الخط، أو نقول له صورة في الكتابة، في الكلام وفي الكتابة، في اللفظ وفي الخط. مثال قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نلاحظ هنا ربنا آتنا، هذه كلمتنا ضمير، هذه قاعدة ظاهرة، كلمتنا ظاهرة في اللفظ أي ربنا لفظنا، وظاهرة في الخط، فهذا نسميه ضمير بارز. آتنا نا كذلك ظاهرة في النطق وظاهرة في الكتابة. وقنا نا هذه ضمير كذلك ضمير بارز، ظاهرة في النطق وظاهرة في الكتابة، معناها هنا هذا نسميه ضمير بارز. شو هو الضمير البارز؟ هو الذي يظهر في النطق وفي الكتابة، يظهر في النطق وفي الكتابة أو في اللفظ وفي الخط. نقول في النطق والكتابة أو في اللفظ والخط هي نفس المعنى. هذا هو الضمير البارز. الضمير المستتر عكس البارز، مستتر متخفي لا يظهر. الضمير المستتر هو الذي ليس له صورة ظاهرة في اللفظ والخط، ليس له صورة ظاهرة في اللفظ والخط. قلنا كلمة اللفظ اللي هي الكتابة، الخط اللي هو الكتابة، واللفظ اللي هو الكلام، ليس له صورة ظاهرة في اللفظ اللي هو النطق، والخط اللي هو الكتاب. نقول في اللفظ والخط، نقول في النطق والكتاب سورة سورة، ولكنه يلحق في الكلام، الضمير المستتر، لا يرى، لا يظهر. الضمير المستتر من كلمة مستتر، استتر، ليس له صورة ظاهرة في اللفظ والخط، ولكنه يلحق في الكلام، وهذا الاستتار يكون وجوبا، يعني واجب يستتر أو جوازا. يكون وجوبا لاستتار الضمير وجوبا، مثل ايش؟ كالضمير، مثل ماذا؟ كالضمير الواقع بعد فعل الامر، فعل الامر قم، من اللي قم؟ انت. هذا الضمير مستتر، لم يظهر لا في كتابه ولا في النطق، ولكن يعرف يلحق من الكلام، قم انت. فانت هذا الضمير، هذا الاستتار استتر وجوبا. كذلك الضمير اللي ياتي بعد فعل المضارع المبدوء بالهمزة، الضمير اللي يأتي بعد فعل المضارع المبدوء بالهمزة أو النون أو تاء الخطاب، كلمة أذاكر هذا فعل مضارع مبدوء بهمزة، أذاكر، من اللي ذاكر؟ أنا، الضمير هذا أنا مستتر. تذاكر، نذاكر بالنون أو النون، نذاكر، من نذاكر؟ أنا، نحن. تذاكر، من اللي تذاكر؟ هي. فهنا فيه ضمير، وين الضمير؟ مستتر، وهنا الاستتار وجوبا. بس ايش نقول؟ اذاكر انا، نذاكر نحن، تذاكر هي، هنا في الاستتار وجوبا، واجب ان يختفي او يستتر. او يكون الضمير جوازا اللي هو يقع بعد فعل الامر، بعد عفوا بعد فعل الغائب
أو الغائبة، ماذا فعل الغائبة أو الغائبة؟ ماذا تقول محمد يقوم؟ يقوم هذا فعل مضارع، من اللي يقوم؟ هو، هذا جائز أن يستتر الضمير. فاطمة تذاكر، من تذاكر؟ هي الضمير أنا كذلك مستتر. إذا الضمير أحد أنواع المعاد السبع، اشترك الضمير وما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وينقسم إلى قسمين، الضمير بارز والضمير مستتر. شو هو الضمير البارز؟ هو الذي له صورة في اللفظ وفي الخط. الضمير المستتر ليس له صورة ظاهرة في اللفظ والخط. الضمير البارز هو الذي له صورة في اللفظ والخط، مثل قوله تعالى ربنا، أنا الضمير بارز، بارز ظاهر في اللفظ، ربنا عرفناه، كذلك ظاهر في الكتاب، آتنا مثلها وقنا مثلها، هذا نسموه ضمير بارز، هو ظاهر في اللفظ وفي الخط. الضمير المستتر بما ليس له صورة ظاهرة في اللفظ والخط، لكن يلحق من خلال الكلام، ويكون الاستتار وجوبا أو يكون الاستتار جوازا. الاستتار وجوبا مثل الضمير الواقع بعد فعل الأمر، قم أنت. الفعل المبدوء بهمزة كذلك أو النون أو تاء مخاطب، مثل أذاكر، ضمير أنا مستتر، تذاكر، نذاكر، ضمير مستتر تقدير نحن، تذاكر ضمير مستتر تقدير هي. هذا يقع جوازا، عفوا هذا الواقع ضمير الواقع وجوبا، هذا الواقع وجوبا في الحالتين. الحالة الثالثة اللي يقع جوازا هو اللي يقع بعد فعل الغائبة أو الغائب، فعل الغائبة أو الغائب. الغائب اللي هو يقوم، من اللي يقوم؟ هو، ضمير مستتر عن جوازا. فاطمة تذاكر هي كذلك ضمير عن الغائب، وهنا الاستتار يكون جوازا. إذا هذا الآن تعرفنا على النوع الأول من المعارف اللي هو الضمير. إذا وجدت أي قطعة أو بيت شعر أو آية قرآنية فيها يقول لك استخرج منها ضمير، قول هذا الضمير. شنو استخرج منها معرفة، قول هذه المعرفة. شنو نوع المعرفة؟ ضمير. شنو نوع الضمير هنا؟ بارز. أو جيت مستتر قول هذا الضمير مستتر. إذا هنا عندما يطلب مني أعطيني آية قرآنية، بيت شعر، قطعة، واستخرج منها معرفة، نأتي إلى استخرج منها معرفة، واذكر نوعها، قول المعرفة هنا ضمير، شنو نوع الضمير؟ ضمير هنا بارز. لقيت كلمة مثلا أخرى، تذاكر، فاطمة تذاكر، نقول هنا الضمير، ضمير هي تذاكر هي، هنا الضمير المعرفة ضمير، شنو نوع المعرفة؟ ضمير مستتر. الضمير البارز هنا كذلك ينقسم، الضمير البارز ينقسم إلى قسمين، الضمير البارز ينقسم إلى قسمين، منفصل ومتصل، منفصل ومتصل. الضمير البارز ينقسم إلى قسمين، منفصل ومتصل. الضمير البارز